الشهور الهجرية، كاين محرم، رجب، جو ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، ذو قعدة، صفر، صفر، صاي ذو القعدة، ذو الحج، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، 12. قولي محرم يا ولد، محرم ولا إيه زيد. أنا عارف شعبان تابعوا رمضان، تابعوا ذو القعدة، تابعوا ذو الحجة، تابعوا شكون آخر؟ لا لا ما حافظش، عطيني شي سؤال يكون سهل منها كما ما نكذبش عليك. لا ما حافظهمش، ونقولك الصراحة ما عارفهمش. الشهور الهجرية بحال الشهور الهجرية، الشهور الهجرية محرم، جمد الأولى، جمد الثانية، رجب، ربيع الأول، ربيع الثاني، شنو بغيتي؟ وبالترتيب ما عارفهم شيء، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمد الأول، جمد الثاني، شعبان، رمضان، ذو القعدة، ذو الحجة. سي سا؟ هادشي هو هادو، اش بغيتي فيهم؟ فايتين 12، راه قلت لك رجب، ما كتسمع شيء. سي سيغ. رمضان، رجب، شعبان، رمضان، نقصت رجب انا، جي با في اتونسيون، ايوا 11. الترتيب، علاش نقولوا؟ ما نقدرش نقول. لا عارفهم، ولكن بالترتيب ما كنتعاملش انا انا اصلا اليوتيوب ديالي اون فرونسي، كان مع الاشهر العربيه ما عنديش مع جمادى الاولى، جمادى الثانيه، صفر، رجب، ربيع الاول، ربيع الثاني، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثانيه، صفر، شعبان، رمضان، ذو القعده، ذو الحجه، هذا هما الترتيب واقع اللي طاح عليا طاح عليا الوحيده. الشهور الهجريه شعبان، رمضان، ما عرفتش هادشي اللي عارف انا، ما عنديش شي زعما شي باغ اكزومبل زعما نقول لك عندي نحدد انا فهمتيني بحال شعبان رمضان، عندها مع شعبان رمضان، شعبان رمضان تيبان رمضان راه رمضان تيسمو فين فهمتيني مورا 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 المغرب تمشيو التراويح فهمتيني ولا لا، هادشي اللي شعبان راه باين، شعبان تيقطعو فيه الشراب راه حاجة باينة هادي.